قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد موريس لوسوليلان وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي بجمهورية سيشل بالتوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة إلى مملكة البحرين. وقد تم التوقيع على اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحمل الجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، واتفاق تعاون عام بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي في جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل. وقد أشاد معالي وزير الخارجية بما تشهده علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل من تطور وتقدم، مؤكدا أن التوقيع على هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم يعكس حرص البلدين وتطلعهما للتنسيق المشترك ومساعيهما للمضي بالعلاقات الثنائية لأفاق أرحب وتعزيز جميع أوجه التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتعليمية والصحية ومجالات تقنية المعلومات والاتصال والصناعات الإنشائية والخدمات المالية والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد سعادة السيد موريس لوسوليلان حرص جمهورية سيشل على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك على المستويات كافة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.